الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، واختلف المسلمون في مكان الذي يدفن فيه، ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأخبرهم بأنه سمع النبي أنه أخبر بأن النبي يدفن في المكان الذي قبضت روحه فيه، فدفن صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة، وهي كان آخر مكان كان فيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أذن للناس بعد ذلك أن يأتوا للصلاة عليه صلوات الله وسلم، فكانوا يأتوا أرسالا، لم يصلى عليه جماعة، وسمح للنساء كذلك أن يصلين على النبي صلوات الله وآله وسلم. كان أول شأن بعد ذلك أهم المسلمين هي خلافة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وجاء الخبر إلى عمر وأبي بكر بأن الأنصار اجتمعوا في سخيفة لهم، هي سخيفة بني ساعدة، وقال لهم القائل، قال يعني أدركوا القوم، وذلك أنه إن بايعوا أحدا منهم فعند ذلك يجب على المسلمين بيعته. ونأتي إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي يذكر فيه النبي يذكر فيه عمر رضي الله تعالى عن هذا الأمر. يقول ابن عباس: كنا في منى، هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحج، فجاء رجل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقال: لئن مات فلان، على عمر يعني، لأبايعن فلانا ثم تكون بيعة، فإن بيعة أبو بكر كانت فلتة ومضت. قال: إن بيعة أبو بكر كانت فلتة، يعني واحد بايعه ثم بعد ذلك عمر بايعه ثم بايع الناس كلهم. فقال: أنا ببايع فلان، ثم بعد ذلك تصير الخلافة خلافة لعمر يعني. فقيل لعمر: هذا، فقال: أما إني يعني خاطب الناس في دين، فأبين لهم هذا. قال: ما لا يحل لأحد أن يبايع أحدا دون مشورة من المسلمين. فقال: سأقوم فيهم مقاما وهو في منى يخاطبهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: جئت. قال: الآن أنت في الحج، والحج يجمع شتات الناس، وإن قلت مقالة ستطير في كل مكان، وقد لا يفقهها، يعني من يسمعها، فانتظر حتى تأتي المدينة وهي حصن الإسلام ومكان المهاجرين والأنصار، فتتكلم في هذا الأمر في شأن يعني الخلافة. فقال: إذن والله لأقومن بهذا أول مقام لي في المدينة. قال: إذا رجعت المدينة سيكون أول مقام لي هو هذا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لما رجعنا المدينة وكانت أول جمعة، بكرت وأتيت ليجلس على طول جوار المنبر. قال: فجاء سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه، كان يقول أول واحد جاء يعني، يقول: فقلت له: ليتكلمن عمر اليوم بكلام لم يتكلم مثله من قبل. فقال له سعيد
وماذا عليه أن يقول كلاما لم يقوله من قبل؟ يعني مش راح يقول إيش يعني شيء ما قالوش من قبل. يقول: فقال عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته: حمل الله أثنى عليه. ثم قال: أما بعد، فإني سمعت أناسا يقولون: لئن مات يعني عمر لا يبيعن فلانا، ثم تكون خلاف بيع يتابعه الناس، وأن بيعة أبو بكر كانت فلتة. فقال لهم: نعم، إن أبا بكر يعني كانت بيعته فلتة، وقى الله شرها، ومن منكم من تنقطع له الأعناق أبي بكر. قال: مين الذي يطاول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ ثم قال: من بايع أحدا من المسلمين على غير مشورة فلا يبايع، هو الذي بايع تغرة أن يقتل. فقال: لا يحل لأحد أن يبايع خليفة إلا بعد مشورة تكون مشورة في المسلمين. ثم قال: وسأقول لكم ما كان من شأننا يوم السخير. قال: إنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سخيفة الله وسخيفة بني ساعدة، فأتانا من يقول: أدركوا الأنصار، إنهم اجتمعوا يعني ليختاروا يعني خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فانطلقت أنا، هذا عمر وأبو بكر وأبو عبيدة بن جراح، فإذا القوم مجتمعون وفيهم رجل يعني في حبوة حباله، وهو سالم بن عبادة جاء به وهو مريض وفي وسط القوم. يقول: فأردت أن أتكلم، فقال لي أبو بكر على رسلك أنه الذي يتكلم. قال: والله. فقام أبو بكر فتكلم، فما ترك كلمة في نفسي مما يعني زورتها لأقولها إلا وقالها، وقال أحسن منها. وكان مما قال لهم أبو بكر: إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش. خلهم العرب ما يمكن تجتمع على يعني على أنصاري وعلى واحد مثلا من الأوس أو من الخزرج، ما تجتمع العرب، العرب ينفون. لكن قريش كانت في العرب بمثابة القبيلة المعظمة المحترمة، هم أهل بيت الله، فقريش كانت لهم مكان، حتى كان من يسافر منهم لا يؤذي أحد وهو لدى قريش، فكان لهم مكان وكانت الشرف الأولى لأنهم أهل بيت الله تبارك وتعالى في العرب. فقال أبو بكر: إن العرب لا تجتمع إلا على هذا الحي من قريش. ويعني إني يعني أختار لكم، أبو بكر يقول يعني أحد هذين الرجلين، عمر أو أبو عبيدة بن الجراح. يقول عمر: والله ما كرهت من كلام أبو بكر إلا هذه الكلمة، يعني ما كرهت من كلامه إلا أن يقول إن عمر بيعوه أو أبو بكر أو أبو عبيدة بن الجراح. وقال: والله لأن تقدم فتضرب عنقي خير عندي من أن أتقدم قوما فيهم أبو بكر. فعند ذلك على طول مد أبو بكر، قال له عمر: بل أنت نبايعك. ومد عمر إلى يده إلى أبو بكر وبايعه على الخلاف، وجاء أبو عبيدة بايعه. ثم تقاتلوا الأنصار بعد ذلك، الأنصار يعني تقاتلوا وبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فتمت البيعة لأبي بكر بهذه المناسبة، وكانت بغير إعداد ولا استعداد، وإنما كما جاء فلت، لكن الله تبارك وتعالى يعني جعل الأمر في أبو بكر، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أحق الناس بالخلافة، لأنه
قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. رسول الله قعد مريض أسبوع وأبو بكر هو الذي يصلي بالناس، وكان النبي دائما يقول خرجت أبو بكر عمر ورجعت أبو بكر عمر، وليس لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الفضائل والمنازل ما كان أبو بكر الصديق. ولذلك النبي في مرض موته قام وخطف الناس وقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، أكثر واحد له منا علي أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبو بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. لما تولى أبو بكر الخلافة وجمع الله تبارك وتعالى المسلمين مهاجرين وأنصار عليه، قام أبو بكر وخطب الناس خطبته العظيمة، فقال أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخير، قال لهم إني وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، يعني ما أطعت الله فأطيعوني وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وختم خطبته بهذه الكلمة. رجع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يعني بعد الخلافة واجتماع الناس، لكن بدأت المشاكل الكبرى تتفجر. العرب الذين دخلوا في دين الله أفواجا خرجوا من دين الله أفواجا، ارتدت العرب كلها، ما بقي إلا مكة والمدينة والطائف، وأما سائر بلاد العرب فإنه لا جمعة ولا جماعة وارتدوا كلهم. في مكة وقف سهيل بن عمرو، وهو الذي أسلم وهو الذي كان رسول الكفار في الحديبية، وهو الذي كان يعني يجادل النبي في شأن الصلح الحديبية، والذي وقعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان قد ولى على مكة عتاب بن أسيد أحد الصحابة، وجاءوا لما ارتدت في أول الأمر ارتد أهل مكة، واختفى عتاب بن أسيد منهم لأنهم يعني تتبعوا ليقتلوه. فالذي تصدى للقوم هو سهيل بن عمرو، وقال لهم دخلنا في الإسلام، وأي أحد يرتد عنه فليس له عندنا إلا السيف. فخاف الناس، وكان هذا عصم الله تبارك وتعالى به بسهيل بن عمرو أهل مكة من الردة. أقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجد يعني المشكلة الكبرى وهي في ارتداد العرب، وكان أمامه أمر آخر وهو في بعث جيش أسامة. فإن النبي في بعد أن رجع كما علمنا بعد أن رجع من الحج أمر المسلمين بالتجهز في جيش، أمر عليه أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، وكان سنه في هذا الوقت 17 سنة. ولما اعترض بعض الصحابة على إمرته قال لهم النبي إن اعترضتم عليه فقد اعترضتم على أبيه من قبل، والله إنه لخليكم بالإمارة. هذا الجيش اللي كان قوامه أكثر من 30,000 وكان جهز وخرج من المدينة وعسكر في الجرف، مكان اللي هو خارج المدينة، ولكنهم سمعوا عن اشتداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا أسامة، رجعوا يعني ما سار بالجيش بعد أن سمعوا باشتداد مرض النبي صلى الله عليه وسلم.
ووفاته. فجاء المسلمون أول أمر اختلفوا في إنفاذ جيش أسامة. فعمر قال لأبي بكر رد الجيش، العرب ارتدت وهؤلاء العرب سيهاجمون المدينة، لأن أصبح الآن توجههم لهجوم المدينة والقضاء على الإسلام. فقال لعمر وللناس، قال والله تريدوني أن أفك لواء عقده رسول الله؟ والله لو نهشتني الكلاب في المدينة ما كنت لأحل لواء، اللواء اللي هو راية الحرب، عقده رسول الله، لأن الرسول هو الذي عقد لواء جيش أسامة بيده صلى الله عليه وسلم. وأمر الجيش أن يسير وشيعه. أما شيع الجيش كان أسامة نزل عن فرسه ليسير مع الخليفة لخليفة أبو بكر، فقال له اركب، يعني اركب. فقال إما أن تركب يعني مثلي وإما أن أنزل، ما يصير أنا راكب وأنت خليفة المسلمين ماشي على رجليه. فقال له لا أركب ولا تنزل، وشيع الجيش سار على قدميه وسار مهاجرين. وقال له لولا الخلافة أن لولا يعني لخرجت معك. وخرج في هذا الجيش عامة المهاجرين والأنصار، ولم يعني يتوقف أبو بكر في إرسال هذا الجيش، وكان لإرسال هذا الجيش أكبر العوامل في النصر، فإنه بإرسال هذا الجيش خاف العرب الذين أرادوا الهجوم على المدينة، وقالوا هذا يرسل جيش إلى غزو الشام قوامه 30,000 رجل، معناه أن فيه الأمر عنده قوة هدد فخشوا بيته. سنأتي إن شاء الله في الليلة الآتية لكيف صنع أبو بكر مع المرتدين، أكبر فتنة وكارثة وقعت في المسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها أبو بكر. ولولا قيامه في هذه الردة وحروب الردة لما كنا اليوم احنا مسلمين، كان الإسلام اندثر ولما كان هناك إسلام، لكن وقوف أبو بكر وصموده هو الذي يعني أرسى الإسلام بعد أن كاد ينخلع من الأرض. والحمد لله رب العالمين.